انا شايفه اكتر حاجه precious اي حد ممكن يعملها لاولاده هي البريزنس، ان انت تبقى موجود بنفسك، فان انت تطلع رحله وتفضي وقت، يبقى كل الوقت انتوا مع بعض بتعملوا كل حاجه مع بعض، شيرنج نفس الاوضه، بتقوموا تفطروا مع بعض، بتعملوا اكتيفيتيز مع بعض، كل ده بيفرق وبتبقى اكسبيرينس حلوه قوي، وبتبقى كمان ذكريات حلوه قوي. انا اول مره اجي ويل سبرينج كامب كان في المادر اند تشايلد، والحقيقه اتبسطت جدا جدا انا وكيمي، مش كده كيكي؟ اتبسطتي؟ فاحنا حبينا نيجي الحقيقه از فاميلي، ومعانا حسن ابو علي ومعانا ملك، بس ملوكة حصل لها ظرف طارئ لازم كانت تنزل القاهره. بس يعني احنا فكرنا نيجي كلنا مع بعض، وقلنا ده هيقربنا اكتر وهيبقى عندنا ميموريز حلوه مع بعض. انا لما اتبسطت في الكامب قوي فكرنا مع ويل سبرينج، دي كيم اب بفكره ان احنا نعمل حاجه للفنانين والاعلاميين اللي معظم الوقت بيبقوا بعيد عن ولادهم غصب عنهم لان دي طبيعه الشغل. ولما فكرنا في كده انا الحقيقه تحمست جدا مع ماجد ومع كل الستاف، وقلنا طب واي نوت، يلا نعمل ده. وابتديت انا يعني اكلم الناس القريبه مني اللي اعرفهم في الفيلد علشان اقول اللي عندهم ولاد والكامب ده هيبقى مفيد ليهم، وابتدينا نعمل ابروتش لناس كتيره. في اللي قدر يجي معانا، وعايزه اقول لكم كل ما اقابل حد فيهم يقولوا لي وي ريلي وانت تو ثانك يو، فانا بتبسط قوي ان هم فعلا حبوا الكامب واتبسطوا فيه، واتمنى اللي ما جاش المره دي يجي المره اللي جايه. واند اول ذا ثانكس جوز تو ويل سبرينج ستاف بجد، ثانك يو اول فيري ماتش. والله انا كنت جاي الهدف الاساسي ان انا اقضي وقت مع الفاميلي، لان انا نورمالي في الدي تو دي بقابلهم ساعتين ثلاثه بس في اليوم يعني، فكان الهدف الاساسي ان انا اقضي معاهم وقت، والحمد لله انبسطنا جدا. صحيح انا ما شاركتش في الجيمز اللي لعبوها، بس يعني كنت حريص ان انا ابقى معاهم افري مينت. لا يعني شاركت طبعا لله. كان بيلم في حاجات بسيطه بيصورنا ان احنا اتبسطنا قوي قوي قوي.